السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد محمد. ان شاء الله نقدم لكم فيديو جديد وتحدي جديد. فكرة التحدي ده عبارة عن ايه؟ هو تحدي المشابك. المشابك ده هو 17، هو انا عندي 17 مشبك وواحد 17 مشبك. انا بحاول هو ياخد المشابك دي كلها يحطها في وشه، وياخد المشابك دي كلها يحطها في وشه، ونشوف مين اكتر واحد هيستحمل اكتر. لو حد قال اي هو اللي هيخسر. برضه لو فضلنا قاعدين كده فيديو مطولين هنقعد حوالي هشرح لكم المشهد ده دقيقتين. هنحاول نستنى دقيقتين، وبعد ما نستنى دقيقتين هنشوف بقى نشوف مين اللي هيشيل قوي. تمام يلا. وهيخلص يعني في المشاكل كلها ويحطها. يلا واحد، وكل واحد مختار على قبل الثاني. يلا يلا حجر رمسه شوف مين اللي هيبدا. حجر رمسه بس يلا واحد واحد. يا ولا تعرفي تتكلم كده قولي. انجز لا 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 كده لا كده. انت متخلف يا ابني. كده يا غالي، كده
ايش؟ شعور قلق. قلبك يزحلق. رنقد يا عم. اها ايه ده؟ اقول لك ايه؟ يلا. السؤال اللي اتحط ياه خلاص كده حظك بقى. دي واحدة لسه. لا مش محتاج دي. قول لي ثلاث اشياء. كانت فين؟ بصراحة. ايه؟ اخر رجله رجله. طب استعرض بس هي صور المقطع؟ لا هي كل حاجه صور المقطع. لا دي صور المقطع يا جماعه. ايوه. طب دقيقتين بقى. استنى دقيقتين. طب ايه؟ لا تعال نسيب احسن. لا انا مش قادر. هقول لك ايه؟ لو ده اللي هيقول اي خلاص. مش قادر. الله انت اي. انا؟ الله. هقول اي. عادي برد عادي برد وعماله تدق. ايه؟ لا تقف. يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. اقول لك ايه؟ لا 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 بابا لا بول مش قادر يعني انا اللي قادر رجع بعد انا اول مره صعب رحت حته الدار اللي تحت 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 ولا ماما دي انا هي بس حته دي دي ودي برضه فينجز يلا واحد ايوه ترجع قوي يلا واحد قصد اثنين انت متخلف يا ابني. طبعا اكيد حد مش شايفين ده بيض وفي ملح
وابلع. يعني ممكن ابدله ملح؟ ايه لا ده في ملح اصلا. اشرب ولو رجعت اخليك تشرب تاكل واحده كمان. لا 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 رجعت ماشي. في ده انت لازم تكمل معاك تحديات تانيه. لا الكرياتين دي على فكره. اه والله ايوه صح بدل العيون. لا يا جماعه يلا بينا. لا والله ابدا. حلوه؟ كمل اخويا كمل. لا لا يا عم لسه دي فيها حبه دفايه الملح دول. انا حطيت لهم عشان الملح. بجد والله حلو ولا طعمها حلو؟ طعمها خطير شخيرة بس. طب كده وصلنا لهذا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى عايزين نشوف ده مع الفيديو ده. ويا ريت تعملوا لايك هنا لايك فوق وسبسكرايب فوق تمام وكومنت هنا بالظبط اهو هنا كده ولايك وسبسكرايب وكومنت. قوي يا ابني ايه؟ طب كده احنا خلصنا الفيديو. تعملوا لايك بالله عليكم يا جماعه عشان البيض يو كده وصلنا لهذا الفيديو. ربي يكون بيدعمكم. اتمنى عشان نعمل دعم الفيديو. طلع كده وصلنا لهذا الفيديو. ربي يكون بيدعمكم. اتمنى عشان دعم الفيديو ده. يلا سلام سلام.